عايزين تصمموا اوفيس روم زي ده، مكاتب، وعندي هنا بابين، عندي هنا شباكين وبالنسبة للمكاتب، وعندي لمبات بتبقى موجودة عندي فوق بالشكل ده. في ساعة إلا تلت هنتعلم في الفيديو ده إزاي نعمل ديزاين زي ما انتوا شايفين قدامنا. ما تيجي نشوف مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة المهندس التعليمية. اليوم هنكمل الجزء الثالث أو الفيديو الثالث في توضيح لبرنامج دايلكس إيفو للمبتدئين. فطبعا أنا فاتح البروجرام بتاعي زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هنلاقي أنا عندي 3 قوائم، قائمة فايل، قائمة إيديت، قائمة السيرت، قائمة الفيو. هنيجي هنا كريت نيو بروجكت اللي هي المشروع الجديد اللي هي الاوت دور اند بيلدينج بلاننج، وفي عندي امبورت بلان او اي اف سي وهوم بلاننج اند ستريت لايتنج والاندور اللي هو داخل المباني بتاعتي. فده بالنسبة للجزء الأولاني. طيب هنا فايل existing project، هنا اي بروجكت انا عملته مسبق بيتحفظ هنا، ولكن انا لسه بادئ جديد فمش هتلاقي في هنا حاجه بتكون محفوظه. قالك بروجكت ستوري از امتي، فاضيه مفيش فيها اي حاجه، ولكن اي بروجكت انت بتعمله بيبقى متسجل هنا في المكان ده. هنيجي بعد كده للنافذه الثالثه اللي هي الاذر توبكس، في سيلكت يور مانفاكتشر، دي خاصة بالكتالوجات، يعني أنا منها بنحصل أونلاين على الكتالوجات الشركة المصنعة أو الشركات المصنعة على مستوى العالم زي فيليبس، زي السويدي، تمام. أي كتالوج أنا محتاجه بنجيبه من هنا. هنا قائمة الهيلب، حبينا نعمل بابليك بقى اللي هي نشر على يوتيوب والحاجات دي كلها، يعني بالحاجات التانية دي، تمام. طب هنيجي بقى بالنسبة إلى النافذة الثالثة من الأذر توبيك، هنلاقي سي بي سيلكت سيلكت يور مانفاكتشر اللي هي الخاصة بكتالوجات الخاصة بالشركات المصنعة للمبات للليدات الحاجات دي كلها. أنا طبعا مشغل النت بتاعي فيبتدي يجيب لي جميع الكتالوجات اللي أنا محتاجها. يعني كده بسكرول كده، دي كلها كتالوجات انا ممكن اضيفها عندي، ممكن اضيفها خاصه باللايتنج زي ما احنا شايفين. هنشوف الشركه العالميه اللي انا في حسب المواصفات بتاعتي اللي انا شغال عليها، وابتدي اجيب الكتالوج بتاعها. دي كلها كتالوجات زي ما احنا شايفين، وده كله بيكون موجود على النت. ولكن الاس جي هنبدا مثلا باحد الكتالوجات وليكن مثلا الاس جي، كليكتين عليه هيبتدي ان هو يودي الميل بتاعهم. هو وده موقع الويب بتاعي، فانا موقع الويب وهيفتح لي هنا، ولكن انا اخش على موقع الويب بتاعهم، تمام، وهيبتدي يجيب لي شكل النوافذ وشكل الحاجة الموجودة، تمام. ولو انا عايز اجيب البرودكت بتاعي بضغط هنا وداك مثلا مجموعة أمثلة هي، وتمام. وأنا عايز مثلا داون لايت، عايز مثلا سبوتات، لمبات اللي هي السبوتات، طبعا اللي أنا عايزه كله موجود هنا مثلا في الموقع اللي أنا محتاجه كله بيكون موجود. ولكن أنا عاجبني مثلا في اللايت سورس مثلا ده، وليكن مثلا ده في اللايت سورس، أبتدي إن أنا أدخل عليه وأتعامل معاه. وانه بيسمح لي ان انا ممكن اعمل داونلود، انا باجي هنا على خانة داونلود ونقوم محملينه على الجهاز بتاعي. ادي الكتالوج بتاعي، تمام، ادي الكتالوج، وابتدي اضغط عليه واقول له انا عايز اعمل داونلود للكتالوج بتاعي بالشكل ده. وهنا التحميلة هنا، شفت السهم ده اللي هو داونلود بي دي اف فايل، انا ممكن احمله بي دي اف او ممكن اتصفحه زي ما كنت بتصفحه من شوية. وهنا عدد الصفحات اقوله مثلا داونلود، هيبتدي ان هو يحمله لي. انا هنا بقول سيف
عايز تحمله ولا لا، احفظ المكان وحمله وادي كتالوج موجودين عندك. اوكي، ده بالنسبه لهذه الجزئيه المهمه جدا 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 مش زي اكس ايفو، ان انا يعني اي كتالوج تتعامل معاه في جميع الشركات العالميه التحميل بيكون بنفس النمط ده اللي احنا شايفينه. قوائم، او اول قائمه عندنا وهي الفايل، لو ضغطنا عليها فنلاقي نيو بروجكت، تمام، هي نفسها الموجوده هنا اللي هي كريت نيو بروجكت بتحدد ايه بالظبط، واوبن، اوبن ده لو في بروجكت موجود مسبق وانا ممكن افتحه مفيش مشكله، لو موجود هنا دبل كليك هفتحه مفيش اي مشكله. عندي هنا قائمه امبورت، لاحظت الامبورت هتلاقي فيه بلان في بلان موجود عندي، ده رسمه اوتوكاد. في الاي اف سي فايل، الاي اف سي فايل دي خاصه بمشاريع البي اي ام اللي هي البيلدنج انفورميشن موديل، ولكن في الاس تي اف فايل دي مشاريع خاصه بريفت نقدر ندخله على دايركس ايفو، تمام. ده بالنسبه للجزء الخاص بالانبورت. وبتجد بعد كده لو ضغطنا على السيتنج هنجد ان في جنرال سيتنج وفي ستاندرد، دول اهم حاجه في السيتنج. طيب انا بالنسبه للجنرال سيتنج هنشوفها، نفتحها ونشوف ايه الموجود فيها، ونشوف بعد كده اللي هو الستاندرد الموجود فيها. طيب انا لو جينا في الاول وقلت جنرال سيتنج ضغطنا عليها هيفتح لك هذه القائمه. المهم هنا عندي هنا اللي هو الجنرال، الجنرال هنا بيقول السيف، انا مايند افري 5 دقايق، كل 5 دقايق بيعمل لي سيف، انا شغال على احد الرسومات وكل 5 دقايق هيعمل لي سيف، ممكن الجهاز يفصل، الكهرباء تقطع، اي سبب من الاسباب، فانا لازم اسيف، تمام. فانا دايما بسيف كل 5 دقايق، في ناس بتفضلها كل دقيقتين او كل دقيقه، لكن كل دقيقه هيعطلني، لكن هو افضل شيء وبيكون 5 دقايق بالنسبه للسيتنج. طب انا عايز اعمل كنترول زائد زد اللي هي الاندو، اللي هي عايز مثلا عدلت في حاجة وعايز ارجع للخطوة اللي قبلها، فلنا الاندو هنا بيبقى عندي هنا الاندو بيعادل لي 50 تشينج، ممكن نقللها ممكن نزودها، بعمل 50 تشينج. حبيت اعمل ريسيت للقيمة دي، انا دي القيمة المظبوطة، لو حبيت اعمل لها ريسيت ممكن اضغط هنا مفيش اي مشكلة. والسيرش فور ابديت انا عامله اوتوماتيك، انا حتى لو في الفيديو التاني قال لي ان في فيرجن 9 احدث من ده وقال لي اوتوماتيك، انا ما طلبتش منه، لكن انا لو شلت اوتوماتيك مش هيقول لي ان في فيرجن بيكون حديث، وده نقطه بتكون مهمه. بعد كده هنتكلم على هنا بالنسبه بيرفكت بيرفورمانس ستريت وسيمبل بلاننج او ستريت امينيشن، وده كله بيكون عادي. اللانجوج بتاعتي اللغه وهي الانجليزيه، حبيت اعدل في اللغه بعد هنا من خلال هنا، عايز اخليها فرنساوي او اي حاجه، بنفتح اللغه عادي وباخد اللي انا عايزه، سواء الاسباني او الفرنسي او الايطالي او اي لغه انتوا بتكونوا عايزينها زي ما احنا شايفين. ولكن تعالوا هنا على اللينس، اللينس هنا انا باخد اللي هو الميتريك سيستم، انا عندي ميتريك سيستم وعندي الامبير سيستم، لو ضغطنا عليها اعتقد هتكون واضحه هي موجوده في الماتريكس سيستم وفي الامبير سيستم، انا لكن انا شغال على الماتريكس سيستم، ده حته مهمه جدا بالنسبه للينس. ولكن الفوتومتريك يونت انا شغالين على اوبين سيستم مظبوطه، وفي امبير سيستم لكن انا شغال على اوبين سيستم، يعني ده حاجه بتكون مظبوطه، لو لقيتوا اي حد عدى في الاعدادات بنظبطها بهذا الشكل. نيجي بعد كده على الكاد، رسمة اوتوكاد عندك اسمه الدايمنشن لاين، عندي 2 ديسمال بلان، 2 ديسمال بلان ده الدايمنشن لاين، ده حتى 3 دايمنشن، انا 2 ديسمال بلان. طب انا حبيت رسمة اوتوكاد وسي دايمنشن، يعني انا لو عايز اشتغل على سي دايمنشن انا خليها 3، ليه؟ اللي هي بيبقى في 3 دايمنشن، يبقى انا شغال على 3 دايمنشن. ولكن هنا بقول بعلم على اوتوماتيكلي كرييت ايزوليكس افتر كالكوليشن، دايما افتر كالكوليشن، ده بنحدد دي دايما بحددها يعني خاصه بالافتر كالكوليشن. بعد كده اعتقد دي اهم حاجه بتكون موجوده عندنا.
لو ضغطنا على قائمة فايل أو بالقائمة فايل وسيتنج زي ما احنا عملنا ودخلنا على الستاندرد، دايما هنلاقي فيه عندي حاجتين، الاي مينيمم على الاي ماكسيمم، اي مينيمم على الاي ماكسيمم، وفي اي ماكسيمم على الاي مينيمم. انا شغال دايما في حساباتي الكالكوليشن بتاعتي كلها بنكون شغالين على الاي مينيمم على الاي ماكسيمم على الاي مينيمم، دايما شغالين عليها. تمام. طب بعد كده سبيسنج تو هيت ريشيو بالنسبه للارتفاع، انا الانسب قيمه عندي هي الواحد، يعني هو بنظبط هنا على الواحد وهي انسب قيمه بتبقى موجوده عندنا. ولكن مانتنس فاليو معامل الصيانه، ودايما انا بخلي 8 من 10 كده بيكون مظبوط عندي، مفيش اي مشاكل. هنا القائمه دي الخاصه بالسيرش. تمام. السيرش دي ان انا كل التفاصيل او كل الحاجات اللي انا بحتاجها، الاوض اللي انا محتاجها، اي حاجه عندي في البروجرام ببحث عليها من هنا من قائمه السيرش بتاعتي. تمام. وده اللي بيميز الدايلكس ايفو عن الدايلكس العادي، يعني ده بيميز الدايلكس ايفو عن الدايلكس العادي، ان في كل البحث ده او في جزئيه البروفايل دي مش موجوده هناك. ابتدي احبس على المباني، على الوضع، على الدراينج، على راف فورم. تمام. دي بحث عن اي شيء انا ببقى محتاجه في البروجكت بتاعي. تمام. ده بالنسبه لهذه الجزئيه. هبتدي ناخد مثال بيبقى موجود عندنا وهنوضح في المثال احنا ازاي هنصمم بعد كده. يبقى انا هطلع من هنا. طب تعال دلوقتي مع بعض كده نعمل create new project، نعمل مشروع جديد عندنا من النافذة الأولى إلى create new project، وهنقوم داخلين على room planning، ضغط عليها هيبتدي جاب لك room بتاعتك في وضع c dimension اهو. هيبتدي هنا يسألك يقول لك ال space، ال space هبتدي يقول لك اللينس قد ايه، لكن اللينس انا اقول له مثلا انا عايزه 8 as you like زي ما انت بتحب. مثلا اللينس 8، الوايز مثلا 8 نخليه 8، الهايت الارتفاع، الارتفاع يعني 2 من 2 من 10 يعني اعتقد ممكن نخليه، هو السمك عندي هنا 2 من 10 والارتفاع 2.8 من 10 يعني ممكن نخلي 3، اخلي 3 كابعاد. وبالنسبه للسمك بتاع الحيطه نفسها اللي هي الول اوف سيكنس ب 2 من 10 متر، واقول له اوكي. بيبتدي يتحمل زي ما احنا شايفين وعمل. طيب انا عندي روم 1، وعشان اعدل اسم قيمه روم 1 دي انا عايز اسميها مثلا بحاجه تانيه، فانا باجي على اخر اداه خالص على الشوط اللي على ايد الشمال ده، اخر اداه خالص عشان اعدل في الاسم اللي بنسميها نقف عليها، هيكتب لك الاسم وهي اسمها اوفر فيو، بروجكت اوفر فيو. نضغط عليها زي ما احنا شايفين، تعالى بروجكت اوفر فيو ده انا عشان اعدل الاسم بتاعي، وهنا روم 1 اهي نفس الاسم، ولكن مثلا انا اسميها ان ده مثلا اوفيس مكتبه، اسميها مثلا ام اوفيس هو المكتب اوفيس فوم. مفيش اي مشاكل. واضغط هنا اصبح اسمها اوفيس فوم، يعني ده الاوضه بتاعت المكتب بتاعي في الشغل مثلا، او ده بنسمي ده بالشكل ده. طيب دي اول حاجه. حاليا دلوقتي انا في الوضع اللي هو الافقي، يعني انا لاحظ انا كده في الوضع اللي هو الفلور بلان فيو. لو انا عملتها 3D ريندر اتجاه 3D هنلاقي الشكل بتاعنا اهو، لو ضغطنا كده او ودينا يمين وشمال ادي الاوفيس روم بتاعتي زي ما احنا شايفين. تمام. اللي انا عاملها ويمين وشمال زي ما انا عايز، يعني ده تصميم في 3 دايمنشن. لكن خلينا دلوقتي ونصمم في الفلور بلان فيو، خلينا في التصميم اللي هو ده. ده احنا طب الغرفه دلوقتي اعتقد الباب، اعتقد في باب وفي شباك وفي مكاتب صح، يعني اي اوضه اللي فيها باب وشباك ومكاتب. طب انا عايز اجيب الحاجات دي منين او اجيبها منين؟ هنلاقي ان في هنا قايمه اسمها ابريتشر. الابريتشر احنا هنحفظ بقى الابريتشر دي
تمام، انا عايز اجيب باب، عايز اعمل كذا باب، باب هنا وباب هنا وباب هنا، يبقى انا من الخانه بتاعت مين؟ الابيتشا. الابيتشا تمام جاب لك اللي هو شكل شباك، كان هو عامل لك هنا في شباك، جايب لك ويندو. تمام، طيب انا جايب لك ويندو هنا اللي هو بالنسبه لي الشباك. عايز اخد الشباك ده مفتحه ولا انا عايز حاجه تانية؟ لو عايز حاجه تانية هقول لك اعمل لي سيلكت، في عندي دور، في عندي باب. طب انا لو الباب بتاعي بيتفتح بالشكل ده، يعني انا لو عندي باب بالشكل ده، دور بالشكل ده، لو انا خدت الباب وجيت انا هنا وهاجي بعد كده، انا طبعا عملت سيلكت، وبنيجي هنا على حاجة اسمها بوتيشن اكتيف اللي هو الوضع الاكتيف بتاعي، وتعالى انا مثلا انا المدخل بتاعي ادي باب، احط الباب هنا يبقى هو باب واحد للمكتب. تمام، وليكن مثلا كفاية اوي الباب ده، وهنا مثلا في الجزء ده احط كمان هنا فيه باب، يبقى انا عملت بابين للمكتب بتاعي، باب اولاني وباب تاني على سبيل المثال، على سبيل التصميم. في مكاتب بتبقى باب واحد، ولكن انا فضلت نحط هنا باب وباب، وانا لسه شغال على الابيتشر. انا عايز افتح ويندو، عايز افتح شباك. الشباك في بالنسبة ده بالنسبة خلاص باب. الويندو انا عندي مثلا ويندو بالشكل ده، تمام، وضغطت عليه وقلت انا عايز اسيدي الويندو ده سيلكت، ده انا عايز اخد حاجة تانية، وجيت هنا وقلت البوتيشن اكتف، قلنا البوتيشن اكتف، وتعالى انا هفتح من هنا شباك، وتعالى احط هنا شباك عشان التهوية، وهاجي من هنا احط كمان شباك. يبقى انا عملت هنا 3 شبابيك وقمت عامل بابين. تمام، طب انا لو عايز حاجة تانية، انا لو عايز حاجة تانية ممكن اخش على الكتالوج، وانا طبعا داخل على النت وابتدي اللي انا ابحث على اللي انا عايزه او حاجة معينة. طب لو انا عايز كتالوجات زيادة بعمل ايه؟ هنخش على الاديشنال كتالوج، بيبتدي ان هو بقى شوف بقى الكتالوجات قد ايه، زي ما اتعلمنا كده في الفيديو في الاول ازاي اخش على الكتالوج وازاي احمله وازاي استفيده في البرنامج، واحنا اتعلمنا هذا الكلام قبل كده. ده بالنسبة الى الكتالوج بتاعي. تمام، وهتلاقي الخانة اللي هي المانفاكشر هتلاقيها ايه شغالة معانا على طول، يعني الخانة اللي هي المانفاكشر هتلاقيها شغالة. وتعالى نعمل اكزايت، نعمل اكزايت ونخش على البروجكت بتاعنا اللي احنا شغالين عليه. نخش على الكونستراكشن المشروع بتاعي. يبقى انا ممكن الكتالوج اللي انا احط الكتالوج وابتدي اخد الباب اللي انا عايزه، الشكل اللي انا عايزه من الكتالوجات دي، تمام، وابتدي اللي انا استخدمه. وليكن مثلا الويندو، تعالى ناخد واحده كده ونعملها ادي سيدي الاديشنال تاني. وليكن مثلا انا هنا انا محتاج مثلا طبعا الكتالوجات، تمام، هنا بيعمل لك سيرش، بيقول لك على اللامب الومنيتن وان ديلينج سيستم، تمام، وهنا سيف كل 5 دقايق لازم، هو بيقول لك في سيف سيتنج اللي احنا ظبطناه في الاول في البدايه، وقال لي احفظ للاسم مثلا واحفظ اعمل سيف للبروجرام بتاعي. انا اقول له سيف وليكن على الديسكتوب، ادي السيف بتاعتي. وانا هنا لو دخلت على الموقع بتاعي اخدت احد الكتالوجات ودخلت على المواجهة، انا بروفيشنال ولا كونسيومر، او انا كونسيومر، وقلنا ان انا قاعد اشوف البرودكت بتاعك عامل ازاي، ده ولكن احد المواقع، هبتدي يبين لك الحاجة بتاعته، الفرش، الاساس، اللمبات، الحاجات اللي انا محتاجها كلها. تمام، هضغط عليها، وانا مثلا انا موافق على ده على سبيل المثال، وهاجي بعد كده يكون مثلا انا عاجبني مثلا كده، ما علينا عشان ما نخرجش كتير،
الحاجات دي هتتحذف طبعا. خلينا نخش على الكونسيومر. يبقى انا دلوقتي حددت الباب والشباك. يبقى انا دلوقتي عملنا قيمة فتحنا الشباكين وهنا بابين. طب تعالى لما نيجي نشوفها في السي دايمنشن بيبقى عامل ازاي. في السي دايمنشن ادي يا سيدي الباب الاولاني اللي انت فتحته، الباب التاني، وعندي 3 شبابيك. يبقى انا كده في الجزء بتاعي. طبعا بعد ما عملنا النموذج بتاعنا انا كده فتحنا بابين وعندي هنا 3 شبابيك. هنحب بعد كده ان احنا عايزين مثلا باب، عايز مثلا مكتب او حاجات دي كلها. فدي كلها بنجيبها منين؟ من حاجه بنسميها الابيتشر. الابيتشر اللي هي الخاصه بالاساس، من هنا من هذا من التايت من الشوت بتاعي، من كلمه ابيتشر كليك وابتدي اشوف. قال لك ويندو في شباك موجوده عندي بالشكل ده وفي كده، ولو انا عايز اعمل سيلكت لكذا حاجه موجوده عندي، عايز اعمل من كتالوجات لو انا عايز اجيبها من اي كتالوج مفيش اي مشكله. وليكن انا مثلا هيفتح شباك وليكن بهذا الشكل، يعني هناخد الشباك ده الويندو ده ريكتانجلر ويندو، تمام، ده هستخدمه. طب انا مش عاجبني، بخش على الكتالوج زي ما اتعلمنا قبل كده وابتدي اخد الشباك اللي يعجبني والديزاين اللي انا عايزه بالظبط. ولكن انا هاخد مثلا ده بالنسبه لي للشباك. طب احنا خدنا الشبابيك وخدنا الحاجه اللي احنا عايزينها كلها، خلاص ده كان كله بريفيو للخانه بتاعه الابيتشر وكذلك الجزء الخاص بالبيبان، وشفناها في السي دايمنشن بهذا الشكل بتاعي. يبقى ادي الاوفيس هوم، ادي عندي كده 3 شبابيك وعندي بابين. طيب هنحتاج ايه بعد كده؟ هنحتاج بعد كده اللي هو المكتب. هنيجي طبعا لل الفلو بلان فيو في 2 دايمنشن، تمام. طيب انا عايز المكتب بتاعي، المكتب ده تمام هنجيبه من الخانه اللي هي خاصه بالفرنتشر اللي هي خانه الاساس. احنا بنقلب اهون، هتلاقوا خانه، يعني هتلاقي ده كله ملون، ولكن هتلاقي في ابيض واسود كده وكاتب لك ايه، كاتب لك فرنتشر اند اوبجكت، فرنتشر اند اوبجكت. هنضغط على الخانه الخاصه بالفرنتشر، تمام. انا عايز ايه من الفرنتشر؟ تمام، انا عايز من الخانه دي انا اضيف المكتب بتاعي، شكل المكتب والحاجات دي كلها. طبعا هنا الوايتس واللينس والهايت الارتفاع بنشوف. عندي هنا مثلا الكتالوج، ادي مثلا مكتب اهون زي ما احنا شايفين، او ده شكل مثلا المكتب. المكتب ده عجبني، عجبني الشكل بتاعه خلاص. بنيجي هنا واقول له انا اول واحده دو ريكتانجلر ارنجمنت، واقول له مثلا حط لي مكتب هنا. الكلمة احنا بندور عليها اللي هي بليس الانديفيديوال اوبجكت، يبقى انا تشوز للمكتب. وبعد كده بنيجي على الخانة بتاعتي اللي هي البليس انديفيديوال اوبجكت، وابتدي احط المكتب بتاعي هنا. هنا حطيت مكتب بهذا الشكل. لو بصيت على السي دايمنشن تلاقي المكتب بتاعي محطوط اهون وزي العسل. طيب المكتب ده انا عايز اجيبه كده شويه، يعني عايز اعمل له موف كده شويه في الاتجاه ده شويه، تمام. هنخش على 2 دايمنشن هنا واقول اعلم عليه وكليك يمين واقول له موف، هاتهولي هاتهولي تحت شويه، تمام. يبقى ادي شكل المكتب. طب تعال نشوف في 3 دايمنشن شكله بيبقى عامل ازاي. اهو اصبح شكل المكتب اهو شكله بيكون جميل. طب انا لو عايز احط المكتب ده عايز الفه، عايز الفه في الاتجاه ده كده، عايز اعمل له اوتيت، فبقوم جايبين كليك يمين واقول له يا سيدي اوتيت لفهولي، تمام. هيتلف ازاي؟ بالشكل ده لفهولي، يعني اوتيت لف، تمام، في 3 دايمنشن. يعني عمال احط في المكتب، يبقى اصبح المكتب هو في الشكل ده، ده المكتب بتاعي. زي ما احنا شايفين شكله بيكون كويس. طيب هنيجي بعد كده للبلان تاني، تمام. واجي هنا واقول تعالى نجيب حاجة تانية، ولكن احنا هنقعد مثلا هناخد الكرسي مثلا اللي هو ده اللي هو للشير، هو اعتقد عجبني ده. لو مش عاجبني هنخش على الكتالوج وابتدي ان احنا نقلب وناخد التصميم اللي احنا عايزينه، ولكن هناخد ده. واجي هنا واقول له زي ما احنا اتعودنا بليس انديفيديوال اوبجكت، تعالى حطه لي
وانا حطيته هنا. تمام كده، تمام. وتعالى اعمله موف مثلا، كليك يمين واقول له موف، هاتهولي خلولي مثلا هنا في النص ده. تعالى نشوف شكله وتعالى نلفه، عايزين احنا نخليه يلف شوية، هقول له روتيت لفهولي، هيبقى كده. بعد كده هقول له موف، هاتهولي جوه شوية. موف، تمام. وبعد كده نلفه كمان لفة كمان، اقول له روتيت، انا بناخدها بشويش علشان يعني الناس اللي لسه مبتدئة يبقى شايفين روتيت عامل ازاي، ما يستعجلوش. كليك تاني واقول له موف، هاتهولي جوه شوية كمان، اهي موف اهي. وباجي من على المحور ده واقول له تعالى من هنا، ده الحاجة الصحيحة اللي انا بنشيله. طب نيجي نشوف شكله كده على الحقيقة، الشكل اللي عملته ده على الحقيقة بعمل ازاي. خلاص زي العسل، ادي عامل مكتب وادي الكورس بتاعي. انا عايز احط هنا مكتب واحط ده باب وباب، واحط هنا كمان مكتب قصاده، تمام. هل ممكن نعيد نفس الخطوات؟ احنا ممكن نعيد نفس الخطوات، ولكن تعالى لتو دايمنشن وتعالى اقول له يا سيدي انا بدأ بعيد الخطوات، هعمل كوبي. هل اعمل كوبي بس؟ هنشوف. كوبي واجي هنا واقول له بيست، ولكن بيست لا، انا هعمل بيست ات ماوس بوزيشن، في اتجاه الماوس بتاعي. يبقى انا كده عملت واحد، تمام. يبقى هنا عملت اتنين اهم، وعايز احط هنا كمان واحد، او مثلا واخد ده، او لسه الاوضه معايا، واجي هنا واقول له حط لي واحد كمان بالشكل ده. طب الاتنين مع بعض، او معلم على الاتنين مع بعض، وتعالى اقول له روتيت لفهولي، واجي من هنا على الاكس بتاعي واقول له لف يا باشا. يبقى دي مكتب كمان اهو. يبقى انا كده عملت 3 مكاتب. ولو جيت على المكان ده، المكان ده عايز اعمل له موفي، اخر المكان ده مش عاجبني، لو كليك يمين وقلت له موف وخدته من هنا سحبته شويه كده قدام عشان اخلي فيه مسافه، يبقى ادي بابين بتوعي وادي مكتب ومكتب. هل ده مشكله؟ طيب انا لو جيت المكتب بتاعي ده ونقوم عاملين له كوبي وبيست، وهنا موف على الاكسس بالشكل ده، يبقى انا عملت هنا مكتب ومكتب ومكتب ومكتب، 4 مكاتب موجودين. ولو جيت على ده وقمت عامل له موف، طبعا التعديل ده حسب يعني المزاج، الزوئيات وحسب الديزاين الموجود عندي. ادي الديزاين الموجود عندي زي ما انتم عايزين بالنسبه للتعديل ده. وتعالوا نشوفه على الطبيعه، احنا عملنا ايه. ادي بابين اهومن، بس الباب ده لما يتفتح هيعك في الاتجاه ده، فانا عايز اجيب ده جوه شويه. ده ماشي، ده ماشي، ده كده تمام. ده انا كده انا قاعد بصمم، بنصمم بشكل يعني سهل قوي، مش عايزين نعقد. هل ممكن اعمل موف من هنا؟ اه ممكن استخدم ده في الموف، وده روتيت مفيش ادنى مشكله. وده الكوردينيت الاحداث اللي خاصه احداثيات السيستم، كوردينيت خاصه بالسيستم بتاعي. وادي شكل الاوضه بتاعتي اللي انا صممتها، شايفين الشكل عامل ازاي؟ شكل بيكون مميز جدا جدا جدا. طيب هل كده بس؟ يعني احنا فهمنا ازاي نعمل كوبي، ازاي نعمل بيست، الحاجات دي كلها. طيب بالنسبة لبعد كده، عايز اضيف لون، عايز اضيف لون بيبقى مميز قوي، عايز ادهنها، تمام. يبقى انا من شوف الادوات من الجزء ده هنشوف حاجة اسمها ماتيريال، اللي هي الخاصة بالماتيريال، الماتيريال دي اللي هي الخاصة بالدهانات، تمام. هنشوفها مع بعض. أبقى أول حاجة هنخش على مين؟ هنخش على الماتيريال اللي هي بالشكل ده. يبقى بخش بعد كده على الخانة الخاصة بالماتيريال، لأن أنا محتاج إن أنا أدهن، محتاج إن أنا أعمل ألوان لكل حاجة من الحاجات. أنا عندي أساس، عندي مكاتب، عندي شبابيك، عندي عايز ألون، بقوم دايس هنا، تمام.
وبنيجي بنضغط زي ما ضغطنا هتلاقي الخانه الخاصه بالانفورميشن قال لك نو ماتيريال سيلكتد، انا لسه ما عملتش اي سيلكت لاي ماتيريال بتبقى موجوده عندنا. لو انا عملت سيلكت هنلاقي عندنا في حاجه مهمه قوي، هتلاقي في ماتيريال العاديه وممكن اعمل سيرش اكتب اسمها واعمل، وفي فيفورت اللي انا مفضلها من اللي انا عملته قبل كده، البروجكت مسبقه قبل كده وعامله في الفيفورت بيكون جاهز عندي، والكتالوجات اللي هي الكتالوج. طيب هنيجي بعد كده لو انا قلت مثلا الكتالوج، الكتالوج هتلاقي عندك هتلاقي فيه ماتريال تمام كتالوج تمام، وهنيجي هنا هتلاقي الكلر كتالوج، الكلر كتالوج اللي انا بختار اللون المناسب ليا وبعمله، ولكن انا كل جزء من الاساس هنا عايز اعمل له لون بيكون معين، فممكن اخده من الماتريال كتالوج زي الحوائط الفلور الويندو الفرنتشر الدور الوار، ده كله لازم يتظبط. طب تعالى هنا مثلا انا وضغطت هنا وقلت يا باشا انا يعني انا مش قوي في الالوان، ولكن خلينا ندي لون للحيطه، يعني انا عايز ندي لون فاتح شويه، ولكن اللون ده انا هعمله للمكاتب البون اللي فات ده، احنا في الالوان مش تمام وانت وذوقك لان احنا مش تمام في الالوان. خلاص انا ضغطت هنا وقلنا ابلاي، بعد ما قلت ابلاي اطلع من القائمه هتلاقي هنا عمل معاك، وهنا هنقول له سيلكت خلاص. هنا بقول له بقى ايه البيك ماتيريال، تعالى يا عم المكتب، المكتب ده اللون ده حلو يعني اللون ده ممكن كويس، اللون ده يعني ممكن مش مفيش فيه مشكله، واقول له تعالى ابلاي للماتيريال بتاعي، حط لي المكتب ده باللون البني يعني ثواني. تعالى بقى ندهن مع بعض كده من خلال الابلاي ماتيريال، يبقى احنا ضغطنا هنا في البدايه تمام، ولكن مثلا اللون ده يعني ناخد اللون مثلا مناسب شويه وليكن اللون ده، وقلت له ابلاي وطلعت من الخانه، وهنا قلت له ماتيريال تعالى وميل اللون ده لون الفلور، طيب هذا يعني لون البلاط، اصبح البلاط بتاع المكتب بتاعي اللي هو الشكل ده. طيب الحيطة دي هنا ايه؟ انا عايزين ندهن الحيطة، هقوله سيلكت تاني واقوله ماتيريال كلر، هنضغط الحيطة هنخلي لونها ايه اللي يمشي مع البني، يعني انا مش قوي في الالوان هنخليها كلها بني بني يعني صعبة شوية، ولكن هنخليها اللون ده يعني اللون اللي احنا عايزينه، ولكن انا عجبني ده من ذوق مش حلو اصلا لكن عجبني، واقول له هنا تعالى اقول له ابلاي للماتيريال بتاعتي. خلاص يا عم سيف مش مشكله، هقول له ابلاي للماتيريال وده عمل لك الحيطه بتاعتك اهي، بس كده اهو دهن لك الحيطه. يا عم اللون ده غبي قوي، اللون ده مش حلو لو اخذ في الكلمه، يعني مش اقصد الستيوبيد اي، ولكن هناخد لون فاتح شوية يعني اللون اللي احنا عايزينه، وليكن مثلا نزل تحت شوية وخدنا اللون ده وقلت له ابلاي طبقه لي، وتعالى هنا بعد ما عملت ابلاي اطلع منه وقلت له تعالى بقى ابلاي للماتيريال بتاعتي، وانت عامل اللون ده وقلت له ابلاي للماتيريال بتاعتي اللون اهو، تعالى نلف وبعد كده ابلاي للماتيريال بتاعتي، قمت دهنه وقلت له تعالى ابلاي للماتيريال بتاعتي، استنى نلف شويه، لاحظ الجزء كله اتعمل له ابلاي اهو، تعالى كمان هنا دهنت كله لون واحد، وتعالى على البلاط عملت اللون الحيطه واللون ده كله، ولكن البلاط هنقول له مثلا تعالى هنا ناخد ده مثلا اللي احنا عملناه قبل كده البلاط ابلاي، واقول له تعالى ابلاي البلاط، بس نفتح اي حاجه يبقى اصبحت ده الشكل بتاعي، يعني ادي الشير وادي المكتب بتاعي ادي الشبابيك والابواب والحاجه، يبقى انا صممت التصميم اللي انا عايز اعمله. جميل. طيب وبعد ما صممنا هنيجي بعد كده انا خلصت الحاجات دي كلها عملت لون مناسب، هل انا ممكن ادهن الجزء ده؟ يعني انا ممكن ادهن ده مفيش مشكله، ممكن ناخد لون وندهنه وات ذا بروبلم، وليكن مثلا المكتب ندهنه لون ايه اللون ده عجبني الازرق ده،
تعالى نديله كل ازرق، ندهن الواجهه نفسها كلها ازرق، وتعالى نقول له هنا ابلاي للماتيريال بتاعتي، وتعالى هنا واقول لك ابلاي للماتيريال بتاعتي، وتعالى هنا كمان واقول له ابلاي للماتيريال بتاعتي، وتعالى هنا كمان واقول له ابلاي للماتيريال، ابلاي للماتيريال، عملت اللون ده لون تاني. يعني ايه اللون اللي انت عايزه بتعمله اهو. يبقى انا كده لو انت ايه 3 حاجات، يعني اي الوان في اي الوان، بس ادينا بنعمل حاجه. طيب بعد ما خلصت ده كله عايز اختار الكشاف المناسب. طبعا الكشافات بتبقى من الكتالوجات، يعني سواء فيليبس او اي نوع من انواع الكتالوجات. طبعا حبينا بعد ما صممنا حبينا ان احنا نعمل اضاءة الخاصة بالمكتب بتاعي، تمام. هاجي هنا على الاداة اللي هي لايت، اضغط عليها، عندي ملف مسبق عندي على الجهاز، بحمله وبقول له اكتب، هتلاقيه موجود هنا متاكتف هنا. طب انا ما عنديش ملف مسبق قبل كده، ابتدي ادخل على الكتالوج، فقال لك هنا له لومينايز اوف ذا سيم تايب اس سيلكتد، هعمل سيلكت عشان احدد انا عايز ايه، ومن الكتالوج بتاعي ببتدي ادخل على الكتالوج، تمام. ونبتدي ان احنا نبحث او نعمل بحث الاول احنا عايزين نستخدم ايه. انا بطبيعي انا شغال في الاندور، انا شغال في الان دور، ده مكتب. عايزين هنا عايز تعمل سيلينج ولا ستاندينج ولا الفلور ولا الوول سيرفس، تمام. هقول سيلينج بروسيسز وابتدي اشوف الاضاءه بتاعتي اللي انا عايزها بتكون عامله ازاي. وليكن انا أعتقد في المكتب الإضاءة ممكن زي دي. فبالنسبة للزلطة عندي قالك من 1 لـ50، من 56,285. طيب هنشتغل هنستخدم إيه هنا بالنسبة لللايت، أو بالنسبة لللايت هبتدي أشوف إيه هي موجود عندي. طبعا على حسب المواصفة وعلى حسب على حسب، ولكن هنقول لمس أو الكتالوج ده مثلا، وناخد ده بروت داتا شيت بتاع الخاصة بالبرودكت. هنا بقول send to دايركس، يبقى اضغط على اقوله ابعتهولي للدايركس، اقوله allow، هبتدي ان هو يبعتهولي للدايركس. لوناس داتا كان بي، ان هو قال في هذه الحالة ان هو ما ينفعش، انا كان بي يعني هو اعتقد قفلهم في الموقع. ده عملنا داونلود، قلنا هعمله داونلود افضل، لو مفيش سنت بعمل داونلود يعني كده او كده على الديسك توب مفيش مشكلة، حمل، اقفل الموقع بتاعي. هنعمل اكستراكت هنا، أصبح ده شكل الملف بتاعي. ندخل على البروجرام بتاعنا عادي جدا، هنيجي بعد كده هنقوم عاملين له امبورت، امبورت لومينيشن فايل، اعمل امبورت له بعد ما انا حملته اللي هو بالشكل ده. طبعا بعد ما فكينا الضغط بتاعي اصبح ان ده الجزء بتاعي اللي هو متحمل، تمام. بعد كده بعد عملت الملف بتاعي، طبعا ده امتداده بيكون دي دبليو جي بلان او بنصمم في الاوتوكاد. بعد كده بعد ما حددنا الحاجات دي نقول اوتوماتيك ارانجمنت. بعد كده نقول هندوس هنا، يبقى بعد كده يبقى انا بعد ما حددت حملت الكتالوج بتاعي بضغط علينا على حاجه بنسميها اوتوماتيك ارانجمنت فور سبيسز، بدأ يحط لك الاضاءه اللي هي مطلوبه عندي، بدأ ان هو يوزعها لي بالشكل ده كده، يبقى ده كده التوزيع بتاعتي. طيب بعد كده ده بالنسبة إلى التوزيع. بعد ما خلصنا الجزئية دي الخطوة الجاية هي اللي هي خطوة الكالكوليشن اللي هي الحسابات. لو ضغطنا على الكالكوليشن اوبجكت
تمام. بعد الضغط على الكالكوليشن اوبجكت تمام زي ما احنا شايفين بالشكل اللي قدامنا ده، لاحظين الوفم اللوميتيك فلكس ده كالكوليشن بالنسبة للبارامتر بتاعت الكالكوليشن. طب كالكوليشن ضغط على الستارت كالكوليشن، ابتدي اعمل لي حساباتك، ابتدي ان الجهاز بيعمل ان الكالكوليشن بروجرس وتوتال واللايت اين لايت سينس وكده، وابتدي ان هو يعمل لي الحسابات بتاعتي. بعد ما ضغطت على الستارت كالكوليشن اصبح معانا بالشكل ده كده، يعني اصبح الكالكوليشن بتاعتي بالشكل ده. ده بعد التصميم بتاعي. طبعا الحسابات بتاعتنا بتبقى باللون الاخضر. معنى ايه اللون الاخضر بتاعي؟ اللون الاخضر ده معناه ان حساباتي بتكون سليمة، تمام. طيب اللون الاحمر لو هي بالاحمر معناها حساباتي بتكون غلط، تمام. يعني انا لو ضغطت هنا كليك شمال، انا جيت هنا هنبص على روم سيرفس، لو ضغطنا هنا تمام يبتدي يحسب لك، يقول لك ان الافرج بتاعك 554 والمينيمم، ويجيب لك الماكسيمم وافرج مينيمم اند ماكسيمم والبامتر والارتفاع قد ايه والتارجت بتاعي. شوف ده التارجت بتاعي قد ايه، يعني انا بيقول انه اكبر من او يساوي 500، هنا كان 554، ده بالنسبة للافرج، وحساباتنا بتكون مظبوطة بالشكل ده. يبقى كده الإضاءة بتاعتي في السي دايمنشن. هنشوف الإضاءة قوة الإضاءة عاملة إزاي. ده الشباك أهو، وأدي الإضاءة الموجودة عندي في المكتب. ده بنظام اللمبات. طبعا تلاقي نظام لمبات تاني أو سيستم تاني، احنا خدنا إكزامبل بيكون بسيط تمام، ولكن أنا ده كله بيكون حسب مواصفات وحسب كتالوجات. إيه انت عايز تصممه؟ اذا انت التصميم بتاعي ادي يا سيدي الشباكين ورأيت جوه هو، وادي الشباك التاني، وعندك هنا بابين، وادي الاضاءة بتاعتنا. الموضوع سهل جدا، مفيش في ادنى مشكلة، وحساباته سهلة جدا 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 حاجة. وبكده نكون انتهينا من الجزء بتاعنا للمستوى الاول للمبتدئين، واتمنى تكون استفدتوا. ولو استفدتوا اي شيء، يعني لايك اعجاب للفيديو، سبسكرايب للقناة، تفعيل مهم جدا، حسسونا ان احنا بنعمل حاجة بتكون مميزة ليكم، واحنا بنتعب علشانكم. وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.